يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة الأكبر والأصغر والخفي، أم أنه مختص؟ الأكبر بمحل وفاق، إن الله لا يغفره إلا بالتوبة. أما الشرك الأصغر اختلف العلماء على قولين، هل يغفر أو لا يغفر؟ الصحيح أنه لا يغفر، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعذب لكن لا يخلد في النار، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام، الأكبر والأصغر، لكن الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم.